يا علي، صباح الفل عليك، نورنا. صباح الفل يا مريم، صباح الفل يا كريم، صباح وحشتنا الفل معاكم عليك. النهارده، وان شاء الله تكون حلقه كويسه. ان شاء ان شاء الله الله اكيد هتبقى حلقه كويسه وفقره جميله بوجودك معانا فيها، وبنفتح دايما معاك ملفات حلوه جدا. وتعالى نبتدي بالتفصيل اللي كانت بتتكلم عنها مريم، فكره ان مصر برضو بتستضيف بطوله افريقيا للكره الطايره في ظل يعني حسن تنظيمها واستضافتها في اخر كام سنه لكثير من الفعاليات الدوليه في رياضات مختلفه. احنا كلنا اتكلمنا قبل كده كتير عن فكره ان في البنيه التحتيه الرياضيه في مصر حصل فيها طفره بالمعنى الحرفي للكلمه، وده بدوره اهلها لاستضافه طبعا مصر لكل هذه البطولات. انعكاسات بقى البطولات دي على مصر ولا سيما سياحيا بتوصل لفين؟ طبعا حاجه كويسه جدا ان مصر تستضيف يعني بطولات عالميه ودوليه في كل الرياضات مش بس في الكره الطايره، ودي حاجه في السنين فات يعني كانت كويسه جدا، وكمان اخرها يعني بطوله افريقيا للكره الطايره المقامه طبعا في القاهره. لكن انا شايف ان الانعكاس ده سياحيا طبعا هو اكيد في دخل داخل للبلد من موضوع السياحه وموضوع الدول المشاركه في البطوله يعني البعثات او الوفود اللي موجوده، دي حاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه الاهم اللي انا شايفه ثقه الاتحادات القاريه او الدوليه في مصر ان بتستضيف اكتر من بطوله في كل الرياضات، وكمان تولي رؤساء الاتحادات المصريه مناصب الاتحاد الدولي. ده اللي شايفه بقى انا بالنسبه لي الاهم. لما بتشوف يعني حد مصري او يعني رئيس اتحاد مصري موجود في الاتحاد الدولي، نائب رئيس او حتى مرشح وفي المكتب التنفيذي وبياخد قرارات دوليه للعالم كله مش بس لمصر، دي انا من وجهه نظري حاجه مهمه جدا. أكيد. وده اللي بيفرق كمان، ان بيخلي كمان ثقه الاتحاد الدولي انه بيدي لمصر تنظيم بطولات سواء قاريه او سواء كمان بطولات دوليه او عالميه. فدي انا شايفها حاجه كويسه جدا. طبعا الجانب الاهم طبعا الاستثماري او اللي هو السياحه، ان طبعا في دخل داخل للدوله، وطبعا الناس بتيجي مصر وبتزور المعالم الاثريه، وكمان بيبقى مبسوطين وبيشيروا فيديوهاتهم وصورهم طبعا. كل دي دعايه للسياحه في مصر، فانا شايفها امور مهمه جدا يعني. طيب علي، خلينا نتكلم بقى عن شكل المنتخب، الفريق يمكن في المباراه الافتتاحيه امام طبعا بوروندي يمكن كسبنا المباراه، شكل الفريق شايفه ازاي؟ لو هنكمل على نفس الشكل ده ونفس التشكيل ده او السكواد ده، هيبقى ازاي شكل الفريق خلال الفتره المقبله في المباريات المتبقيه؟ وخلينا نتكلم تحديدا النهارده عن مباراتنا امام الجزائر. يمكن زي ما انت قلت يا مريم، مصر كسبت في المباراه الافتتاحيه امام منتخب بوروندي 3-0، والنهارده ان شاء الله هنلعب مع منتخب الجزائر اللي هو معانا في نفس المجموعه. اعتقد ان منتخب مصر يعني العادي بتاعه ان هو يوصل فاينل هذه البطوله وان ياخد البطوله. يمكن مصر للاسف غايبه عن البطوله في التتويج بالبطوله من 8 سنين، من 2015 اخر لقب لمصر اللي هو اللقب الثامن. فانا شايف ان لازم المره دي لازم نستعيد اللقب، ولازم نطلع تاني على مسار التتويج، لان احنا غايبين في الطايره شويه في المنتخبات في البطولات الافريقيه شويه عن التتويج. طبعا ده مش حاجه كويسه لمنتخب مصر، لان منتخب مصر طول عمره في الكره الطايره حاجه كبيره جدا. طب في رايك ليه غبنا الثلاث سنين دول مبدئيا كده؟ انا شايف ان كان في ازمات اداريه في اتحادات الطايره على مدار السنين فاتت، وده طبعا بينعكس على المنتخب مصر مش بس منتخب الرجال، منتخب السيدات، كل المنتخبات. وده كمان مأثر يعني كمان ان احنا متواجد في كاس العالم وفي كمان في الاولمبياد، طبعا ده مؤثر جدا على منتخب مصر. المشكله دي اتحلت مؤخرا؟ يمكن لسه مش ما اقدرش اقول اتحلت، لان لسه مصر ما خدتش لقب كبير، ما لعبتش في كاس عالم بطريقه كويسه، ما خدتش مركز متقدم، ما ظهرناش لسه في الاولمبياد بقالنا سنين. فانا شايف ان لازم نبدا بقى من دلوقتي خلاص نحل بقى ازمات الكره الطايره في مصر. لازم مصر تتوج بلقب افريقيا وتظهر من تاني في بطوله العالم، وتظهر تاني او كاس العالم، وتبدا في اولمبياد باريس او اولمبياد اللي بعده، لازم نظهر تاني من جديد، لان منتخب مصر في الكره الطايره الافريقيه هو المفروض رقم واحد. يمكن تونس هي بتسبقنا في التتويج 11 لقب، واحنا 8، واحنا غايبين بقى لنا 8 سنين زي ما قلت لحضرتك. فاعتقد ان البطوله دي بتقام في ارض مصر بحضور الجماهير المصريه، فلازم يعني نتوج باللقب. واعتقد ان شاء الله منتخب مصر يملك العناصر القويه اللي تخلينا ناخد اللقب ده، وكده طبعا المدرب الايطالي اللي هو فلافيو. طب بذكر العناصر بقى، كلمنا يا علي عن اهم العناصر، يعني ندي لكل الناس حقها اهم العناصر الموجوده في الفريق اللي ممكن يعتمد عليها الجهاز الفني خلال الفتره المقبله دي عشان نوصل او يعني نحرز البطوله. يعني طبعا اكيد لو هنتكلم عن منتخب الكره الطايره، الكابتن والاسطوره وطبعا نجم منتخب مصر والنادي الاهلي العائد للمشاركه مع منتخب مصر بعد الغياب الفتره اللي فاتت او السنه اللي فاتت، احمد صلاح. طبعا ده واحد من اهم اللاعبين مش بس في مصر وفي العرب وافريقيا وعلى مستوى العالم. كان احمد صلاح كان مختارينه في فريق القرن او احسن 100 لاعب على القرن اللي فات في الكره الطايره، ودي حاجه ما حصلتش لاي لاعب عربي اعتقد، فحاجه كبيره جدا. طبعا عندنا رضا هيكل نجم نادي الزمالك، عندنا محمد مصطفى لعبه، عندنا محمد عادل، عندنا احمد سعيد،
سعيد، عندنا محمد رضا الهو، عندنا عبد الرحمن سعودي. يعني انا لو قعدت اتكلم على لعيبه منتخب مصر، منتخب مصر مليء بالعناصر المميزه سواء في الاهلي او الزمالك او حتى الانديه الثانيه، فمنتخب مصر مليء بالعناصر القويه. وانا اعتقد ان المنافسه في هذه البطوله هتكون مع منتخبين، تونس، وده طبعا الند بتاعنا دايما في الكره الطايره مش بس في المنتخبات حتى في الانديه. المفاجاه بقى او مش المفاجاه، الناس اللي عاملاها طفره كبيره جدا في الكره الطايره اخر السنين منتخب ليبيا.